السلام عليكم ورحمة الله. الصفعات الفرنسية ما زالت تتوالى على عصابة ولاد الحرام، وفرنسا هي الوحيدة اللي ما تتجرأش العصابة ترد عليها أبدا، سواء كان صحافة أو كان مسؤولين ما يردوش. بعد جريدة فيغارو والمقال اللي كتبه السفير السابق لفرنسا بالجزائر في فيغارو، وهذا جاء باش مسح هذاك الحوار اللي نشرته لفيغارو مع تبون، وأشرفت عليه المصالح الاستخباراتية الجزائرية والفرنسية باش يلم عصور تبون قبل ما يمشي لفرنسا عند الرأي العام، وها بعد عطاولو فيغارو واليوم زادوا له لو موند، وخذوا من قبل لايف بي نقلت بيان ثلاث منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتحرك صحافة بودورو وقال الجزائر تمشي بثبات ويجبدوا لنا صحافة كذا ويجبدوا لنا على حقوق الإنسان. لا، ما زلت تكلموا على حقوق الإنسان، تو فا تري بيان مدام لا ماركيز، احنا كل شيء ماشي في الجزائر، حقوق الإنسان تمسخر، راهو الجزائري محترم من الفوق للتحت، عنده الحق ينتخب رئيس جمهورية بكل شفافية وبكل ديمقراطية، وينتخب مجلس بلدية ومجلس وطني شعبي برلمان، وين ما يعجبوش الحال يخرج الظهر، وروح وروح وروح، وصحافة حرة ولكن صحافة منبطحة في بلاد تعتبر سجن كبير داخل ثكنة كبيرة. اليوم شوف لو موند واش يقول لك، يقول لك اون الجيري لا ديسولوسيون دو لا ليغ دي دروا دو لوم ايلوستر ليسكالاد ريبريسيف دو ريجيم. با بقاش هضره قال لك حل رابطه الدفاع عن حقوق الانسان يبين التصعيد القمعي للنظام، التصعيد القمعي للنظام، نظام يقمع، لكن ديمقراطية لا عمر بصوار لا حقوق إنسان، ولكن جابوا لهم هما بالبيان. شي قال كلام فارغ كما يقولوا الآخرين، كما دايرين صحافة بودورو، شو باش جايبين باش يستشهدوا؟ هاي اللي قدامك خويا العزيز، اختي العزيزة، ما كانش كلام فارغ وهفان وكذا، نو 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 نو، يجي يقول لك يعطيك كلام اللي يعني مكتوب متعرف، ولاية صريح لأحد مناظرين تحقق الإنسان، يقول لك لا لوجيك ريبريسيف دو ريجيم ا ديسيمي توت اكسبريسيون اوتنتيك اون الجيري، توت انيسياتيف كي لوي ايشاب اي ديزومي سوسبكت ا سيز يو. يقول لك المنطق القمعي للنظام دمر كل تعبير أصيل في الجزائر، وكل مبادرة خارج عن نطاقه مشبوهة في عينيه، يعني مشبوهة مشكوك فيها، في عين شكوك في عين النظام. شكون قال هذا الكلام؟ سعيد صالحي اللي هو نائب رئيس رابطة حقوق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. يقول كذا سعيد صالحي يعرف عن المشروع يتكلم. سعيد صالحي يذكروا أنه هرب في شهر جوان من زائر باش يسلك من الطوق اللي
داروه عليه، وراح طلب اللجوء في بلجيكا. ومن بلجيكا اللي بلغوا حل هذا الرابطه. مش معناها تحل انت رابطه تحقق الانسان، مش معناها ترى مقامعين مقموعين خلاص. وتم الحل هذا عن طريق وثيقه تم نشرها نهار 20 جانفي على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بعد يعطيك جرد، لان يعني مقال كامل فيه يجرد لك، يعطي لك الواقع المرير، الواقع المر اللي تعيش فيه الجزائر، وانتهاكات حقوق الانسان، انتهاكات حقوق الانسان. يعطيك كل شيء بالدليل، يقول لك كان اقل شيء كاين 300 مساجين سياسي، ما راهم اكثر من 400. يعني كي تحسب اللي يدخل ويخرج في 3 سنين فوق 3000. 3000 3000 ويحلوا فيهم هم بكل وقاحه. يقول لك حنا عندنا الحريه الديمقراطيه، يا ولد الحرام، الشعب حارمينه من حق تقرير مصيره، لانه تقن مصير خليني ننتخب رئيس، خليني ننتخب برلمان، خليني ننتخب مجلس ولائي، ننتخب مجلس بلدي، يعني ناس تمثلني بكل حريه وكل ديمقراطيه، ونحط شكون لي كفر، ما نجيبش واحد انا كيما شنقريحه باش يسير البلاد واحد بوال على روحه، ما نجيبش واحد تافه كيما تبون يفرضوها عليا ماهوش قادر يقود البلاد. وعلاش الشعب الجزائري ما عندوش الحق في تقرير المصير؟ ومن بعد جاي تغني لي تقول لي الشعب الصحراوي تقرير المصير؟ قاعد بينا، خلونا احنا نقرروا مصيرنا، اللي راهو منفي منفي، واللي في الحبس في الحبس، واللي مقتلتوه قتلتوه، واللي ساكت ساكت. شنو هذا؟ بأي حق؟ بأي حق؟ ومن بعد هذاك عدو، هذاك صديق، انا انت تدبر عليا شكون عدوي وشكون صديقي؟ اعداء الجزائر معروفين، واصدقاء الجزائر معروفين، واشقاء الجزائر معروفين. بغيت اذا كرهت ما تقدرش تنحيها. في التاريخ عبر القرون كنا شعب واحد في تمزغه، كنا شعب واحد. جاي نتايا فرنسا ما قدرتش تدير تمزق الوحدة المغاربية كما مزقتوا انتم يا ولاد الحرام. فرنسا ما حفرتش ترونشيات ومنعت الشعب باش ينتقل ويروح عند بعضهم، بالرغم انه المغرب كانت يعني قاعدة خلفية للثورة. داروا الانشاد منين يعقبوا السلاح، ما داروهاش بين مغنية ووجدة، ما داروش الانشاد بين بني والنيف وفي ديك، داروش، ما حفروش، ما غلقوش. حرام تقطع صلة الرحم، الله يقطع، الله يقطع صلتكم انتوما. هذا شنو نقولوا؟ فوالا لو موند يكشفوكم، تغلقوا فمكم باش تردوا. من الاول البارح خرج المقال، والله ما سمعنا حلوف نطق. نعم حلوف، ما حل فمو، اسكت، خذ الضرب وغلق فمك، وروح اكتب على المغرب، ابقى سب في المغرب، فوالا وخرج دعايات. هذا واش دير؟ تروح تحكم الصحافه تاع بودورو، اقل شيء عندك موضوعين كل يوم، ولا بيس يوميا تقول لك هو البوليزاريو قام بهجمات ضد الجيش المغربي يوميا. يعني ذاك الكرطوش اللي شارين من دراهم الجزائر راهو يوميا يتحرك. شكون واش درتو به؟ واش درتو به؟ يومين تيريو في السماء على راسي كيما نقولوا. فوالا